بالمرحلة المقبلة بالمناطق السنية والشيعية النائب ما يصرف مو 200، ما يصرف 4 مليون دولار ما يفوز. 4 مليون دولار؟ ايه اكو ناس صرفت 5 مليون دولار، هاي المرة بمجالس المحافظات 3 مليون و2 مليون و4 مليون. لا احد الوزراء صرف 5 مليون دولار وما فاز. 5 مليون دولار؟ 5 مليون. والمرة المقبلة راح يصير اكثر. ايه زين هذا هم علموا الناس يا اخي. إيه؟ هو الشعب كان زين هذا انا ترجى من عده يا اخي هم علموه يا اخي هم علموه هذا فساد، هم قاعد يخلقون الفساد.